السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات صف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات البث المباشر لشرح مادة العلوم في منصة البث التابعة لوزارة التربية والتعليم. معكم اليوم شيماء ديب، معلم أول العلوم بمحافظة مطروح. النهاردة بإذن الله هنستكمل مع بعض درسنا بعنوان التمثيل البياني للحركة في خط مستقيم. هنشوف مع بعض نواتج التعلم اللي عندنا النهاردة هتكون إيه. في نهاية الدرس المفروض إن احنا نكون عارفين بعض الأشياء، زي مثلا إن احنا نقدر نقارن بين مفهوم العجلة المنتظمة الموجبة والعجلة المنتظمة السالبة، نعرف الفرق ما بينهم. كمان نبدأ نمثل العجلة المنتظمة بيانيا سواء كانت موجبة أو سالبة، ونبدأ إن احنا نحل بعض المسائل على قانون العجلة. حصة النهاردة من الحصص المهمة، فأتمنى تتابعوني ويا رب تستفادوا منها. أول جزء في الدرس عندي النهاردة بيعرفني يعني إيه عجلة منتظمة. أصلاً إحنا كنا واخدين من الحصة اللي فاتت قلنا إن العجلة هي عبارة عن التغير في السرعة جيم، كنا بنقول إن هي عبارة عن إيه؟ التغير في السرعة على الفترة الزمنية، ده كان مفهومي للعجلة. طيب يعني إيه عجلة منتظمة؟ هرجع أفتكر معاكم كده تعريف السرعة المنتظمة يا شباب. السرعة المنتظمة من قانونها السرعة أصلا كانت تساوي إيه؟ مش كانت تساوي المسافة على الزمن؟ فلما أجي أقول على سرعة منتظمة معناها إن الجسم بيقطع مسافات متساوية في أزمنة إيه؟ متساوية. يبقى المسافات كلها قد بعضها والأزمنة برضو كلها قد إيه؟ بعضها. طب أنا بقى لو بالمثل عايزة أعرف العجلة المنتظمة، فهقول العجلة المنتظمة العجلة اللي هيتحرك بيها الجسم لما تبدأ سرعته اللي يحصل لها تتغير بمقادير متساوية في أزمنة متساوية. تمام؟ يبقى مقدار التغير في السرعة هو مقدار متساوي، يعني سرعتي مثلا كانت 20 بقت 30 بعدين 40 50 وهكذا، خلال إيه؟ خلال أزمنة متساوية. يعني في الثانية الأولى كنت كذا، في الثانية الثانية، في الثانية الثالثة، في الثانية الرابعة. يبقى كده إيه يا شباب؟ السرعة تتغير بمقادير متساوية في أزمنة إيه؟ متساوية. تمام؟ هنا السرعة زادت، ممكن تقل، يعني ممكن مثلا سرعتي في البداية تكون 60 بعدين 50 بعدين 40، المهم إن التغير يكون إيه؟ منتظم. يبقى العجلة المنتظمة هي العجلة التي يتحرك بها الجسم في خط مستقيم عندما تتغير سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية. أنواع العجلة المنتظمة 2، عجلة منتظمة موجبة وعجلة منتظمة سالبة. فأنا في الدرس النهاردة إن شاء الله هبدأ أفرق ما بين الاتنين، نعرف يعني إيه منتظمة موجبة ويعني إيه منتظمة إيه سالبة. هنبدأ كلامنا بالعجلة المنتظمة الموجبة. عشان نفهم يعني إيه عجلة منتظمة موجبة، بيقول لي نفس التعريف بتاع العجلة المنتظمة، بس هنشيل كلمة تتغير وهنخليها تزداد. يبقى العجلة التي يتحرك بها الجسم في خط مستقيم عندما تزداد سرعته بمقادير متساوية في فترات زمنية متساوية. يبقى ده الفرق عندي. طب اشرحي لنا أفضل يا مس، هقول لك ركز معايا في المثال التالي. الجدول ده بيمثل مجموعة قيم لسرعة أحد الأجسام خلال فترات زمنية معينة. تعال نبص كده على الجدول. الجسم كانت سرعته في البداية صفر، بعدين بقت كام يا شباب؟ بقت 10 في الثانية الأولى، بعدين 20 في الثانية الثانية، بعدين 30 بعد 3 ثواني، 40 في الثانية الرابعة، و50 في الثانية الخامسة. طب لو انتوا جيتوا تبصوا كده على السرعة، هتلاقوا كل مرة السرعة بتزيد بمقدار كام؟ بتزيد بمقدار 10. يبقى السرعة بتزداد بمقادير ايه؟ بتزداد بمقادير متساوية خلال فترات زمنية ايه؟ متساوية. ده تعريف العجلة المنتظمة الايه؟ الموجبة. يبقى العجلة المنتظمة الموجبة هي العجلة التي يتحرك بها الجسم في خط مستقيم عندما ايه؟ عندما تزداد سرعته بمقادير ايه؟ بمقادير متساوية خلال فترات زمنية متساوية. تيجوا نمثل الكلام ده بيانيا ونعمل علاقة بيانية ما بين عين وزاي. هنعمل عين فوق بالمتر على الثانية، وهنعمل زاي تحت بالثواني.
أعلى حاجة طبعا في الزمن إن أنا عندي 5 ثواني. وأعلى حاجة في السرعة إن أنا عندي 50، فهنا ممكن أمشيها 10، 20، 30، 40، و50. طيب تعالوا نشوف القيم. 0 مع 0، دي النقطة الأولى. بعد ثانية واحدة سرعتي كانت ب10، بعد ثانيتين سرعتي وصلت لل20، بعد 3 ثواني سرعتي وصلت لل30 فوق، بعد 4 ثواني سرعتي وصلت لل40، وآخر حاجة بعد ال5 ثواني سرعتي وصلت لل50. طب أنا لو وصلت النقط دي ببعضها كده ومديت على استقامتها، هتلاقوها طلعت لي خط مستقيم مائل بيمر بنقطة الأصل، والخط زي ما انتم شايفين طالع لفوق كده شبه العلاقة الطردية. فهنا العجلة منتظمة، ونوعها عجلة منتظمة ايه؟ عجلة منتظمة موجبة. لو نمسح الكلام ده كده ونشوف الرسم. حلو، يبقى ده كده التمثيل البياني للعجلة المنتظمة الايه؟ الموجبة. فأي علاقة في العلاقة سرعة ايه؟ سرعة زمن. تعالوا نكمل مع بعض ونشوف ايه بعض المعلومات اللي انا عايز اعرفها عن العجلة المنتظمة الموجبة. بصوا شباب، هنرجع تاني للجدول كده. لو جيت بصيت عليه هلاقي اول رقم قابلني في الجدول اللي هو بيمثل قيمة عين واحد، واخر رقم قابلني في الجدول بيمثل قيمة عين اتنين. فزي ما انتوا شايفين كده، مين اكبر؟ عين اتنين اكبر من عين ايه؟ واحد. طب تيجوا نحسب الدلتا عين. تعالوا نغير لون القلم بس الأول. تعالوا نحسب الدلتا عين كده. ها، عين اتنين اللي هي 50 ناقص 0، يعني الدلتا عين هتطلع بكام؟ هتطلع ب50 متر على الثانية. واخدين بالكم من هنا؟ قيمة دلتا عين موجبة، فبالتالي لما أقسمها على الزمن هتطلع العجلة كمان إشارتها موجبة. حلو شباب، يبقى بعض الملحوظات كده في العجلة المنتظمة الموجبة بتقول لي ايه؟ بتقول لي كالتالي، بتقول لي ان في العجلة المنتظمة الموجبة قيمة السرعة النهائية لابد ان تكون اكبر من السرعة الايه؟ الابتدائية. ده يخليني لما اعمل الدلتا عين واقول عين اتنين ناقص عين واحد يطلع التغير في السرعة بقيمة ايه؟ يطلع التغير في السرعة بقيمة موجبة. لما اقسمه بقى على الزمن عشان اطلع قيمة ج، تطلع ج كمان قيمة موجبة. تعالوا ناخد النوع التاني من العجلة، وهي العجلة المنتظمة السالبة. بس الأول، هل في مشكلة عند أي حد منكم ولا الدنيا مفهومة؟ تمام، يلا بينا نكمل كده مع بعض. العجلة المنتظمة السالبة هي العجلة التي يتحرك بها الجسم في خط مستقيم عندما تتناقص سرعته بمقادير متساوية في فترات زمنية متساوية. يبقى العجلة المنتظمة السالبة يا شباب معناها إن السرعة بتقل، بتتناقص بمقادير متساوية خلال فترات زمنية إيه؟ متساوية. يبقى ده الفرق، إن أنا هنا عندي كلمة إيه؟ عندي كلمة تتناقص. طيب تعالوا نشوف مع بعض، أعرف إزاي إن العجلة بتاعتي هنا عجلة منتظمة سالبة. لو بصينا على القيم اللي موجودة عندكم في الجدول، هتلاقوا إن السرعة الأولى عندي كانت ب50، يبقى دي قيمة عين واحد. طب فين قيمة عين اتنين أهي؟ مين أكبر؟ عين واحد أكبر من عين اتنين، معنى كده إن السرعة عمالة تقل. كنت 50 بقت 40، 30، 20، يبقى السرعة بتقل بمقادير متساوية خلال فترات زمنية متساوية. هنا أقدر أقول على عجلة إنها عجلة منتظمة سالبة. يبقى تاني، ما هي العجلة المنتظمة السالبة؟ العجلة التي يتحرك بها الجسم في خط مستقيم عندما تتناقص سرعته بمقادير متساوية خلال فترات زمنية متساوية. وده التمثيل البياني بتاعها. بصوا كده، لو أنا حطيت النقط، سرعتي كانت 50 في أول الثانية، بعدين 40
في الثانية الثانية، 30 في الثانية الثالثة، 20 في الثانية الرابعة، 10 في الثانية الخامسة، ووصلت سرعتي لصفر في الثانية الإي ستة. لما وصل الأرقام هيطلع لي برضو خط مستقيم بس نازل تحت كده شبه العلاقة العكسية، ده شكل العجلة المنتظمة الإيه السالبة. طيب تعال نشوف بعض الملحوظات على العجلة المنتظمة السالبة. أولا قيمة مين أكبر، عين اتنين ولا عين واحد؟ دي عين واحد أهي بخمسين، عين اتنين عندي هي اللي بصفر. طب تعالوا نشوف مين أكبر، طبعا قيمة عين واحد هي الأكبر المرة دي. معنى كده إن أنا لما أجي أحسب قيمة الدلتا عين فهتساوي عين اتنين ناقص عين واحد، يعني هتساوي إيه؟ بصوا يا شباب، هتساوي صفر ناقص الخمسين. صفر ناقص الخمسين، لما أطرح الصفر ناقص الخمسين هيديني سالب، سالب خمسين، يبقى قيمة الدلتا عين طلعت بإشارة إيه؟ سالبة، عشان كده بنسميها عجلة منتظمة سالب. وطالما الدلتا عين طلعت بسالب فلازم قيمة العجلة أيضا تطلع بإشارة إيه؟ سالب. يبقى دي شوية الملحوظات اللي إحنا عايزين نعرفها، إن في العجلة المنتظمة السالبة السرعة النهائية اللي هي عين اتنين بتكون أقل من عين واحد الابتدائي، وبالتالي التغير في السرعة هيكون سالب والعجلة سالبة. لحد الآن كده في مشكلة؟ طيب تعالوا كده نكمل مع بعض الجزئية اللي جاية، نشوف الملحوظة بتاعتنا بتقول إيه. بيقول لي خد بالك بقى لو السرعة منتظمة قيمة العجلة تساوي صفر، والسؤال ده بيجي دايما عالل وبتحتاروا فيه ومش بتبقوا عارفين إجابته. ببساطة أصلا أنت عندك مفهوم العجلة بيقول إيه؟ العجلة هي التغير في السرعة، خلال فترة زمنية معينة. طب مفيش تغير يبقى أكيد مفيش عجلة، السرعة ما اتغيرتش، السرعة ثابتة، يبقى العجلة صفر. تمام يا شباب؟ يبقى لما يجي يقول لي إذا كانت السرعة منتظمة تكون قيمة العجلة تساوي صفر ويقول لي علل، هقول له لأن العجلة هي التغير في السرعة خلال وحدة الزمن. تعالوا نمثل بيانيا السرعة المنتظمة كده. الشكل ده بيمثل بصوا كده علاقة ما بين سرعة وزمن. فطالما قلت علاقة ما بين سرعة وزمن عندي وخط مستقيم بالمنظر ده، يبقى كده السرعة ثابتة اهي، سرعة 30 في الثانية الأولى و30 في الثانية الثانية وفي الثانية الثالثة وهكذا. السرعة هنا منتظمة، فالسرعة منتظمة يبقى على طول ده يمثل برضو عجلة تساوي صفر. قبل ما أكمل بقى شغل، تيجوا نرجع نفتكر الرسومات البيانية اللي إحنا أخدناها كلها. تعالوا مع بعض كده نشوف هنقدر نحلها إزاي. أول حاجة يا جماعة لازم نركز أثناء قراءة الرسم، لو أنا عندي هنا فاء وزاي يبقى من القانون فاء على زاي هتساوي عين، يبقى ده بيقرأ سرعة. ده بيقرأ إيه؟ ده بيقرأ سرعة. طيب لو لقيتها بالمنظر ده كده يبقى السرعة منتظمة. طب لو لقيتها كده يبقى السرعة تساوي صفر. تمام؟ يبقى تاني، لو أنا لقيت العلاقة فاء زاي والخط مستقيم طالع لفوق كده يبقى معناها إن أنا كده سرعتي إيه؟ سرعتي منتظمة، عين منتظمة، سرعة منتظمة. طب لو لقيتها بالمنظر التاني ده كده والعلاقة برضو فاء زاي، فاء زاي يبقى أنا برضو بتكلم عن سرعة، خط أفقي، يبقى سرعة تساوي صفر. كل واحدة فيهم ليها مسمى تاني، يعني إذا كانت السرعة منتظمة تكون قيمة العجلة بصفر. طب السرعة لما تكون مساوية صفر معناها إن الجسم ساكن، يبقى كل رسمة من دول ليها معنيين.
طب تعالوا نعمل علاقة جديدة. لما يبقى عندي عين زاي بقى، يبقى هنا عين وهنا زاي. عين على زاي اللي هي دلتا عين على دلتا زاي، المنحنى ده بيديني ايه؟ المنحنى ده بيديني جيم. فلما الاقيه كده يبقى جيم منتظمة، عجلة منتظمة، وهزود عليها كلمة عجلة منتظمة موجبة لأنه طالع لفوق. ولو لقيتها بالمنظر ده أفقي كده، فمعناها إن جيم تساوي صفر. لو لقيتها نازلة يبقى جيم منتظمة سالب. في حاجة تانية، جيم تساوي صفر دي احنا واخدينها انها ليها معنى تاني. جيم تساوي صفر ليها معنى تاني، ليها معنى تاني ان هي سرعة منتظمة. يبقى الشكل ده ايضا بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن سرعة منتظمة او جيم بصفر. مختصر العلاقات، وخدوها سكرين شوت لو انتوا حابين. تمام كده، تعالوا نكمل. هنشوف سؤال ما معنى أن. سؤال ما معنى أن بتاع العجلة برضو ليه فكرة السنة، فتعالوا نشوف هيتحل إزاي. يقولي ما معنى أن قطار يتحرك بعجلة مقدارها سالب 2 متر على الثانية تربيع؟ هنا لازم أركز، العجلة مقدارها سالب 2. أفهم من كلمة سالب 2 دي إيه؟ إن العجلة منتظمة سالبة. يعني إيه سالبة؟ يعني أي السرعة تتناقص. تتناقص بمقدار قد ايه؟ بمقدار 2. سالب 2 يا مس؟ لا، هقول لك ما ينفعش تحط السالب هنا، وهنقول ليه دلوقتي. السرعة تتناقص بمقدار ايه؟ بمقدار 2. طيب وحدة القياس هنكتبها ايه؟ هقول لحضرتك حط وحدة قياس اول كلمة في الجملة، متر على الثانية. هي الجملة كده خلصت؟ لا طبعا، تعريف العجلة لسه. تعريف العجلة هي عبارة عن ايه؟ التغير في السرعة خلال وحدة الزمن. فانت قلت لي ان التغير حصل اهو، التغير 2 متر على الثانية. طب وحدة الزمن بقى؟ كل ثانية. يا مس شلتي السالب ليه؟ هقول لحضرتك السالب هنا ده لنوع العجلة عشان يبين لي ان العجلة قيمتها سالبة. طب هل انا اقدر احط سالب؟ ليه؟ لان حضرتك اصلا شلت العجلة وبتتكلم عن حاجة اسمها ايه؟ سرعة، وقلت لي انها بتتناقص. مفيش سرعة بالسالب، ما ينفعش احط قيمة سرعة بالسالب. السرعة بتقل بمقدار قد ايه؟ بمقدار 2 متر على الثانية كل ايه؟ ثانية. يبقى مكان السالب بتاعك انت حطيت كلمة ايه؟ تتناقص. يبقى تعالوا نشوف هنجاوب ازاي. اي ان سرعة القطار تتناقص بمعدل 2 متر على الثانية كل ثانية. فهمتي حلوين؟ تعالوا نكمل مع بعض بمثال نشوف هنحل ازاي. قولي سيارة تبدأ حركتها من السكون، اتفقنا من الحصة اللي فاتت. تبدأ الحركة يعني دي عين واحد، لأن السكون يعني عين واحد تساوي صفر. تصل سرعتها إلى 90 كيلومتر على الساعة، يعني أدي قيمة عين اتنين. خلال زمن 10 ثواني، يبقى ادي الدلتا زاي. عايزين قيمة العجلة، معطياتنا، وتعالوا نحل. عين واحد بصفر، عين اتنين ب90، والدلتا زاي ب10. في مشكلة؟ في ايه هو؟ المشكلة عندي في الوحدات، وحدات القياس، السرعة بالكيلو متر على الساعة والزمن بالثواني، وما ينفعش اشتغل في المسألة بالمنظر ده. طب احول ازاي؟ احول بقى الكيلو متر على الساعه دي المتر على الثانيه، ولا احول الزمن من ثواني لساعات؟ هقول لك خدها قاعده دايما، حول من الكبير للصغير، ده المتعارف عليه، عشان ما تبقاش انت مطلع ارقام غير باقي الناس كلها. هو صح، بس ايه؟ احنا نتعامل دايما ان احنا بنحاول ان احنا نحول الكبير للايه؟ للصغير.
أول خطوة إن 90 دي مش عاجباني، أحولها. فعين 2 عشان أحولها لوحدة المتر على الثانية بنضرب في كام؟ بنضرب في 5 على 18، يبقى 90 في 5 على 18 هتساوي 25 متر على الثانية. يبقى على طول أشطب على 90 دي وأكتب 25 متر على الثانية عشان خاطر لما أجي أستخدمها أستخدمها صحيح. نحط قانون العجلة، ج تساوي عين 2 ناقص عين 1 على الدلتا زي، فهتساوي قيمتها 25 اللي هي قيمة عين 2 ناقص الصفر على الدلتا زي ب10. يبقى 25 ناقص 0 على ال10 يعني هتساوي 2.5 متر على الثانية تربيع. حد هنا يقول لي قيمة العجلة أو نوعها عجلة منتظمة موجبة ولا سالبة؟ عجلة طبعا هنا طالما طلعت قيمتها موجبة يبقى العجلة نوعها عجلة منتظمة موجبة. هنشوف المثال اللي بعد كده. بيقول لي من الشكل المقابل احسب قيمة العجلة التي يتحرك بها الجسم في الفترة أ ب. تعالوا نشتغل كده مع بعض على الرسم البياني ونركز كويس جدا فيه عشان ما نتلخبطش. فين الفترة أ ب؟ أهي من هنا لحد هنا. فأنا هلغي خالص من دماغي أي حاجة تانية في المسألة. يبقى ده التعامل معايا. طب أنا بادئة منين؟ أنا بادئة من النقطة دي، لازم أحدد نقطة البداية ونقطة النهاية. أدي نقطة البداية عند أ. طب نقطة البداية طالما عند نقطة الأصل يبقى صفر. طب فين نقطة النهاية؟ أهي. طب أنا عايز أحسب قيمة العجلة فلازم أعرف فين عين واحد وفين عين اتنين وفين دلتا زي. عين واحد تعالوا نشوف أول سرعة بدأنا بيها بكام؟ بصفر، يبقى عين واحد بصفر. عين اتنين تعال عند آخر نقطة فوق شوف كده سرعتها بكام؟ هنلاقيها بكام؟ ستين، يبقى عين اتنين قيمتها 60 متر على الثانية. طب الزمن، زمنك بدأ من الصفر لحد ننزل كده تحت لحد ايه؟ لحد 3 ثواني. يبقى الدلتا زي انت بادئ من الصفر لتلاتة، يبقى تلاتة ناقص صفر يعني 3 ثواني. نحل بقى ونحط قانوننا، ج تساوي عين 2 ناقص عين 1 على الدلتا زي، يعني هتساوي ايه؟ 60 ناقص 0 على التلاتة، فهتساوي 20، ووحدة القياس هي متر على الثانية تربيع. تعال نشوف مطلوب تاني، عايز يحسب نوع وقيمة العجلة التي تحرك بها في الفترة ج د. بصوا كده من ج إلى د. يلا بينا ابدأوا اشتغلوا انتوا في المسألة بنفس الفكرة اللي فاتت وطلعوا لي نوع وقيمة العجلة. تمام يلا بينا نحل مع بعض. عايزة اشتغل على الفترة ج د، فأنا كنت بادئة من عند ج، بادئة من هنا، يبقى دي قيمة عين واحد بتاعتي. طب عين واحد بكام؟ أمشي كده عشان أقابلها في المنحنى هلاقيها ب60. دي كان غلطتك يا علي لأن أنت عوضت هنا، عوضت بالرقم ده 70، فالغلطة كانت هنا. طب فين عين اتنين؟ تعالوا ننزل كده عند د، أهي ده اللي وصلنا لحد هنا. طب سرعتها بكام؟ عند نقطة الأصل يبقى إحنا اتفقنا إن هنا عين اتنين هتساوي كام؟ هتساوي صفر لأن أنا وصلت للنقطة الأصل. طب دلتا زي بقى؟ أنا بدأت عند ج، تعالوا نشوف زمن ج كان قد إيه؟ زمن ج كان 5 ثواني. وزمن د 7 ثواني، يبقى الدلتا زي بتاعتي تساوي 7 ناقص 5 يعني هتساوي 2 ثانية. طب يلا نطبق، ج تساوي عين 2 ناقص عين 1 على دلتا زي يعني هتساوي 0 ناقص 60 على 2، هتساوي سالب 60 على 2 يعني بسالب 30 متر على الثانية تربيع. تمام نكمل. ثالث مطلوب في الرسمة بيقول لي عايز أقصى سرعة وصل ليها الجسم، أقصى سرعة تحرك بها الجسم. سؤال سهل بقى يلا بينا، أقصى سرعة الجسم وصلها بكام يا شباب؟
هنطلع في المنحنى فوق، ناخد القلم بتاعنا كده ونطلع لأعلى نقطة في المنحنى، أعلى نقطة في المنحنى الحتة دي بكام بقى سرعتها؟ ب60. معظمكم بيروح ملخبط ويقول لي أعلى حاجة ب70. لا، أنا عايزة أعلى حاجة في الرسمة نفسها مش في القراءات. يبقى أعلى حاجة وصل لها المنحنى بتاعي كام؟ 60. 60 إيه؟ 60 متر على الثانية. يلا نشوف المسألة الثانية. بيقول لي بالنظر للرسم البياني أكمل. بص على الرسم اللي قدامنا، وعايزين نعرف أول حاجة السائق بدأ في استخدام الفرامل لأول مرة إمتى؟ السائق بيبدأ في استخدام الفرامل يا جماعة لما السرعة تبدأ تقل، لما العجلة تبدأ تتحول من موجبة إلى سالب. يلا بينا كده، يلا بينا نقول الإجابة. يبقى السائق بدأ في استخدام الفرامل لأول مرة في الثانية الإيه؟ الرابعة، وطبعا استخدم داس على الفرامل تاني هنا برضو. عايز ايه هو بقى في تاني مطلوب؟ قال لي احسب العجله التي تحرك بها الجسم خلال ال4 ثواني الاولى من بدء الحركه. عايز العجله خلال اول 4 ثواني. فين اول 4 ثواني؟ من هنا لحد، نمشي كده بالزمن لحد الثانيه الرابعه. يبقى انا هشتغل على الجزء ده بس من المنحنى لحد هنا. تعالوا نحل كده مع بعض. عايزين نحسب قيمة العجلة التي تحرك بها الجسم خلال ال4 ثواني الأولى من بدء الحركة. حركة بدأت بعين واحد تساوي صفر، وانتهت عند عين اتنين هنا كده تساوي 40 متر على الثانية. دي وحدة قياس السرعة في المسألة. وهو قال لي خلال ال4 ثواني الأولى من بدء الحركة، يعني الدلتا زي تساوي 4. فنعوض، جيم تساوي عين اتنين ناقص عين واحد على الدلتا زي، هتساوي 40 ناقص الصفر على الأربعة، يعني هتساوي الموجب 10 متر على الثانية تربيع. عجلة منتظمة موجب. تعال نشوف مثال كمان. قال الشكل المقابل يعبر عن حركة جسم في خط مستقيم بسرعة منتظمة من ألف إلى باء تغرقا 2 ثانية. بعدين نتحرك بعجلة منتظمة من ب إلى ج حتى التوقف عند ج مستغرقا 10 ثواني. عايزين نحسب السرعة المنتظمة التي تحرك بها الجسم خلال الفترة أ ب، ثم حساب العجلة المنتظمة التي تحرك بها الجسم خلال الفترة ب ج. هديكم فرصة دقيقة تقروا المسألة وتفكروا فيها قبل ما نبدأ إن احنا نشتغل. يلا بينا يا شباب، تعالوا ننزل بمعطياتنا كده على الرسم عشان نحاول نفهم احنا عايزين نعمل ايه. قال لي الجسم بيتحرك في خط مستقيم بسرعة منتظمة من ألف إلى باء. يبقى دي أول معلومة عندي، إن الفترة دي عين منتظمة. مستغرقاً 2 ثانية، يبقى هنا الزمن بتاعها 2 ثانية. ثم من باء إلى جيم عجلة منتظمة. جيم منتظم. قال لي حتى التوقف عند جيم، يعني ايه توقف عند جيم؟ يعني هنا جيم دي هتمثل سرعتها بصفر، ودي طبعا بالنسبة لي هتكون قيمة عين اتنين. يبقى عين اتنين تساوي كام؟ صفر، لان دي نهاية الحركة. مستغرقا 10 ثواني، يبقى الزمن من باء الى جيم 10 ثواني. دي معطياتي بكل بساطة. عايزين نحسب سرعة منتظمة في الفترة أ ب والعجلة في الفترة ب ج. تعال نحل. يبقى ادي المعطيات الموجودة عندي. تعالوا نبدأ بحساب السرعة التي تحرك بها الجسم في الفترة أ ب. ما هي سرعة؟ يبقى قانونها عين تساوي مسافة على زمن، فاء على زي. مسافتي ب20 وزماني ب2، 20 على الاتنين هتساوي 10، بس 10 ايه؟ 10 سنتيمتر. نركز المسألة بالسنتي، سنتيمتر على ايه؟ على الثانية. يبقى دي قيمة عين. يبقى أنا طلعت قيمة عين هنا في الفترة أ ب ب10 سنتيمتر على الثانية.
تعال نشوف المطلوب التاني، عايز العجلة المنتظمة التي تحرك بها الجسم في الفترة باء جيم. ما أنا عشان أجيب العجلة المنتظمة لازم أبقى عارف سرعتين وزمن منهم، فأنا عندي عين اتنين لكن قيمة عين واحد فين؟ آه، ما هي الفترة دي كلها السرعة منتظمة، يعني عين عند النقطة باء هي نفسها السرعة المنتظمة اللي أنا لسه حاسبها فوق، يعني 10 سنتيمتر على الثانية دي تساوي قيمة عين واحد. طب والزمن؟ الزمن موجود أهو، يبقى يلا نعوض. ج تساوي عين اتنين ناقص عين واحد على الدلتا زي تساوي 0 اللي هي قيمة عين اتنين ناقص 10 اللي هي قيمة عين واحد على زمني اللي هو بعشر، يبقى سالب 10 على 10 بسالب واحد، وما ننساش ان انا بقيس بالسنتيمتر، يبقى سنتيمتر على الثانية تربيع. بقول لك ايه يا مس، هو ايه الرقم ده وايه دوره في المسألة؟ ولا تشغل بالك، مش اي رقم موجود في المسألة لازم استخدمه، انا استخدم فقط الارقام اللي انا محتاجها. المسألة اتحلت من غيره تمام، مفيش مشكلة خالص، يبقى الرقم ده هو حطه زيادة يلخبطني بيه بس، ملوش أي لازمة عندي. فده الفكرة اللي أنا عايزة أوصلها لكم، إن مش كل الأرقام أوتر نفسي وأقول لأ طب والرقم ده بيعمل إيه. الحاجات اللي إحنا أخدناها النهاردة، الأجزاء اللي تم تناولها أثناء درس، بعض المفاهيم المهمة زي مفهوم العجلة المنتظمة، وعرفنا إيه الفرق ما بين العجلة المنتظمة الموجبة والسالبة. أخدنا كمان التمثيل البياني للعجلة المنتظمة، وأخدنا تطبيقات على العجلة، عرفنا إزاي نحسب العجلة وإزاي نطلع العجلة من على الرسم البياني وهكذا. أتمنى أن أنا أكون وفقت في حلقة النهاردة، وحقيقي فرحانة بمستواكم ما شاء الله، ياريت تستمروا عليه. شكري وتقديري لزمايلي في إدارة العامة للتعليم الإلكتروني، أشوفكم على خير إن شاء الله الحلقة الجاية. كان معاكم شيماء الديب علي، معلم أول العلوم بمحافظة مطروح. أشوفكم على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.